السلام عليكم. نكمل بقى الهالوين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. باتمان الطابور ده الحد الاول. في طابور لحد الاخر هناك كده عشان نروح ناخد كاندي وناخد حاجات. ده الهالوين يا جماعة في امريكا. الحاجة يعني طبعا دي حاجة فان كده بقى الواحد يعني ايه يعني بيخرج وينبسط يلبس اللبس اللي على كيفه. زي ما انتم شايفين كده في ناس بتقف بكاندي قدام المحلات بتاعتها. شايفين اللبس الجميل ده؟ انا عايزه اقول لكم الناس هنا يا جماعه بتعرف تنبسط، بتعرف ازاي تنبسط في الوقت اللي هم المفروض ان هم يخرجوا فيه وينبسطوا فيه، لان الشغل هنا الشغل. مفيش دلع هنا في الشغل. مايا بنتي، مايا بنتي لينا بتدي باباها مصاصه. شايفين جمال اللبس والالوان بتاعتهم؟ كل واحد بيلبس اللي على كيفه ومحدش بيتكسف. يعني ليه ما بنعملش كده في مصر مثلا؟ بعيدا عن الحلال والحرام، احنا مش بنصلي هنا او بنعمل صلاة معينة ولا بنقول كلام معين. كل الحاجات اللي انت بتلبس اللبس الحلو اللي على كيفك وتمشي. يعني بص تخرج تتمشى، ناس بتوزع حلويات مش عارف ايه. ليه ما الناس ما بتاخدش كده بريك كده من شغلها ومن الحاجات الهموم اللي في حياتها؟ كل الناس دي عندها شغل وكل الناس دي عندها حاجات في حياتها كتير، بس وقت ما يجوا ينبسطوا بينبسطوا. فاهمين؟ اه الحمد لله يا رب. الطابور ابتدى يتزحزح اهو، ابتدينا نتحرك. هو يوم في السنة هم لابسين الحاجات دي. شايفين المحل ده اسمه بيلد ابير، ده بتاع الاطفال. تخش تعمل الدب بتاعك بنفسك او اللعبه بتاعتك بنفسك زي ما انتم شايفين كده. تخش تختار القماش مثلا على الشكل اللي انت عايزه وتملاه بقى من الفايبر اللي جوه دون، وتحط بقى لبسه بقى فساتين، تلبسه فساتين، تلبسه اي لبس. زي ما شايفين كده لابسين لبس بس غاليه طبعا. بتحط له بقى مزيكا نور اي حاجه زي ما انت عايز. عجبني قوي موضوع اللبس والحاجات اللي الناس اللي بتلبسها دي. يا مسهل. شايفين الزينة؟ كل المحلات هنا، كل المحلات هنا فيها بيزينوا. بصوا شايفين، بصوا بحب قوي الحاجات دي. يعني بس الراجل ومراته وابنهم، حاجة حلوة قوي. يلا الطابور بقى يتزحزح شوية. كل حتة هنا طابور شكلها. كل محل بيدي قدامه كاندي وحاجات. كلها طوابير. شايفين يا جماعة الطابور فين أوله؟ أبهات وأمهات وناس كبيرة ناس صغيرة. أنا كنت أول ما جيت هنا قلت إيه ده؟ لا أنا كيف ألبس حاجات زي دي؟ تاني سنة بقيت ألبس. أيوة أنا لابسة زي البنوتة اللي هناك دي.
بس على كبير. لابسه ساحره كده، محدش بيبص على حد، محدش له دعوه بحد. ده زي الاعياد بتاعتنا يعني، الاعياد بتاعتنا بنبقى لابسين جديد وحاجات، هما برضو بيحبوا ينبسطوا كده واحنا مفيش مانع برضو ناخد شويه من الانبساط. دخلنا في الطابور عشان نروح هناك كده. الطابور ده عشان يروح هناك كده. خمس ساعات كده تقعد تلف في المول عشان تاخد الشوكولاته والكراميلا والمصاصه. وانا مش شايفه ناس محجبه اللي انا ولا ايه. واحد حاسس ان هو لوحده كده في وسط الناس دي كلها، بس لسه في طابور وراه لسه. ده هو ده اللي تحت، لسه فوق اما نطلع. الحمد لله رب قربنا. لا الحمد لله في ناس غيري اهو، مش انا لوحدي. واخيرا وصلنا المنصة. تخيل اللي بقالنا نص ساعة واقفين في الطابور عشان نخش ناخد في كيس في كاندي يا جماعه. ما احنا لو ما وقفناش في الطابور وخدنا اللي احنا عايزين ناخده يبقى ما حسناش بالموضوع. يلا يا جدعان بقى اللحظه الحاسمه. اهي يا جماعه ده اللي جايين ناخده، ده اللي جايين ناخده. الكيس ده فيه ايه مش عارفه لسه، افتحه بس لما نطلع من الطابور واوراك. عشان ناخد من الطبق ده. شفت الطابور ده كله عشان تاخد الشوكولاتتين دول. كبسه. بص يا جماعه حلقات الكريسماس. الحاجات دي بتخلي الشتاء حلو. المحل كله من جوه كده بس احنا مش هنخش دلوقتي. كل الطابور ده عشان نروح ناخد الكاندي، عاملين زي الشحاتين كده. ثانك يو. نعمل نشحت كده. كل ده على فكره بصوا كل محل قدامه حاجات. نخش كده وبعدين نلف كده ونطلع فوق كده نفس الموال ده. ده طابور تاني صغير اهو، طابور تاني صغير زي الطابور اللي قدام بس ده صغير شويه. التاني كان في مدخل المول.
شايفين هناك كده يا جماعة، الحاجات دي برضو بتبقى في الشارع وفي البيوت، تلاقي الناس بتعدي على البيوت تخبط على البيوت ويدوهم برضو حاجات من دي. بس دلوقتي الجو برد، ما بخاف على البنات بصراحة. خش مش حق كده. بصوا يا جماعة بيفرقوا ايه؟ نلف الناحية التانية. لسه مستمرين في الهالوين والطابور اللي هناك ده. الحاجات الحلوة اللي هنا يا جماعة، عايز اقول لكم المول ده 4 ادوار، كل يعني تقريبا فيه حوالي 2000 محل، وكبير جدا، وجنب المطار وجنب اوتيلات. طبعا كل حاجه هنا انت عايز تسال عنها تلاقيها في الشاشات زي دي، في كل دور في كل ناحيه تلاقي شاشات زي دي كده، تخش تشوف انت عايز تروح فين. يعني مثلا عايزه اوصل اول حاجه، اول مثلا مكان عند ستي لايف، بس لان انت ممكن تكون تايه في المكان. تدور تيجي هنا كده تاتش، هو تكتب عندك اهو، ثم دور على سي لايف، تلاقي حاجة بيجيب لك كل الحاجات يعني اللي لها علاقة باللي انت قلتها. انا مش عارفة اذا كان في سبيس ولا لا، هرجع اكتبها تاني. بصوا لو انا عايزه اروح المكان اللي انا عملت عليه، بس بيقول لك تروحوا ازاي. بص جنبي هنا، جنبي اهو، ارجع تاني عايزه اشوف مكان تاني، بعمل كليك بيقول لي الناحيه دي المحل اللي انت عايزه. تمشي في قد ايه مثلا؟ في دقيقتين اروح بقى اكمل الطابور بتاعي. قولوا لي ايه رايكم في موضوع الهالوين ده.